أخبار الظهيرة مباشرة على الأولى، أهلا بكم، وهذه أبرز عناوين الأخبار. المملكة المغربية تنوه بالتنصيج الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم السنة الحالية الذي صدق عليه الرئيس ترامب على كون الاعتمادات المخصصة للمملكة تشمل كافة التراب الوطني في تأكيد أمريكي قوي على اعتبار الأقاليم الجنوبية جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية. إجماع دولي واسع ودعم متجدد لموقف المغرب ولسيادته على كافة ترابه الوطني، وانتصارات متتالية لدبلوماسية المغربية تترجمها المواقف المنسجمة للمجموعة الدولية في دعمها لقضية وحدتنا الترابية. ميناء مدينة بوجدور من المنشآت الهامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز قطاع الصيد الساحلي، إضافة إلى تشغيل اليد العاملة. الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة تعتزم وضع برنامج جديد للتظاهرات الرياضية والمشاركات الدولية، إضافة إلى زيادة عدد الأندية الوطنية للسيارات الكلاسيكية بمختلف مناطق المملكة. أهلا بكم. نوهت المملكة المغربية بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم السنة الحالية الذي اعتمده مجلس الكونغرس أول أمس، وصادق عليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس التنصيص الصريح على أن الاعتمادات المخصصة للمغرب تحت الفصل الثالث يمكن استخدامها أيضا للمساعدة في الصحراء المغربية. انتصار دبلوماسي كبير يحققه المغرب، ويأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وهما الاتفاقان اللذان يشملان مجموعة التراب الوطني بما فيه الصحراء المغربية. صفعة قوية جديدة وانتكاسة أخرى منيت بها البوليساريو وصنعتها الجزائر ليجد نفسيهما اليوم معزولين ويسبحان ضد التيار، وعكس توجه المجموعة الدولية المقتنعة بأنه لا يمكن تصور أي حل لتسوية النزاع المصطنع حول الصحراء المغربية خارج الحل السياسي الذي كرس مقترح الحكم الذاتي الموسع تحت السيادة المغربية. بلغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في هذا الشأن. انتصار للشرعية وصفعة جديدة لأعداء وحدتنا الترابية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوقع على مشروع قانون الميزانية الذي أقره الكونغرس، وفيه تنصيص صريح على أن الاعتمادات المخصصة للمغرب تحت الفصل الثالث يمكن استخدامها أيضا في الصحراء المغربية. قرار واضح لا يقبل الجدل، فالسلطتان التنفيذية والتشريعية اللتين يمثلهما على التوالي الرئيس ومجلس الكونغرس تتفقان على اعتبار الصحراء المغربية جزءا لا يتجزأ من المملكة، وعليه يمكنها الاستفادة من اعتمادات التعاون على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة. تطور على مستوى الولايات المتحدة تسجل وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، يأتي بعد أيام من مصادقة الاتحاد الأوروبي وبأغلبية ساحقة على الاتفاق الفلاحي واتفاق الصيد البحري اللذين يشملان مجموعة التراب الوطني بما في ذلك الصحراء المغربية. بلغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لفت إلى أن هذا القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا، وذلك في إشارة واضحة إلى ساكنة مخيمات دوف، مشددا على أن هذه المقتضيات تشير في الواقع إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الدولية الموجهة إلى سكان هذه المخيمات. وعقب هذا القرار أدلى السيد فؤاد يزوخ السفير المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي للأولى بالتصريح التالي. تمت اليوم المصادقة على قانون مالية الولايات المتحدة الأمريكية لسنة 2019، والذي نص في بنده الثالث
على أنه على أن المساعدات الأمريكية الممنوحة للمغرب تشمل كافة الأراضي التي يمارس المغرب عليها سيادته، بما فيها كل الأقاليم المغربية من طنجة إلى الجويرة، مثمنة بذلك المجهود التنموي الذي يقوم به المغرب في أقاليمه الجنوبية منذ عدة سنين تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويعد هذا تأكيدا على أن التشويش الذي قامت وتقوم به بعض أجهزة البوليزاريو أو كل أجهزة البوليزاريو ومن صنعها لم تنل من الموقف الأمريكي الواضح من قضيتنا الوطنية، بحيث تجدد إشادتها دائما أمريكا بمبادرة الحكم الذاتي كحل قابل للتنفيذ، واصفة إياه بالجدية والمصداقية، وذلك منذ الرئيس كلينتون إلى الرئيس الحالي ترامب، مرورا بالرئيس بوش والرئيس أوباما. وتعتبر هذه يعني المصادقة صفعة مدوية على خد أولئك الذين كانوا يتاجرون في بعض الصحف وفي وأبواقهم منتشرة في عبر بعض وسائل الإعلام، وتقول أن أمريكا أن الولايات المتحدة غيرت موقفها من القضية الوطنية. هذه صفعة مدوية، لأن الموقف الأدهى من ذلك والأمر بالنسبة إليهم هو أنه موقف تجانست فيه يعني السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وهذا مهم بالنسبة للسياسة الأمريكية، بحيث أن الكونغرس بغرفتيه يعني سواء الديمقراطيون أو الجمهوريون كلهم صوتوا لصالح هذا القرار، وكلهم ثمنوه، بالإضافة إلى التوقيع الذي وقعه الآن الرئيس ترامب هذا المساء. يعني هذه المصدقة تنضاف إلى صفعات أخرى يعني في الآونة الأخيرة، وهي مثلا المصدقة البرلمان الأوروبي على اتفاق الصيد البحري ورفضها، ورفض المحكمة البت في استئناف أرادوا أن يعودوا إلى الوراء. وهذا يعني فضح استراتيجية تحاول البوليزاريو من خلالها الهروب من البحث عن حل نهائي لقضية الصحراء المغربية، استراتيجية ابتدأتها قديما بمواضيع أخرى واستجدت بهذه المواضيع، والآن يعني بتصويت الاتحاد الأوروبي بهياكله كلها بمعنى التنفيذية والتشريعية على اتفاق الصيد البحري وعلى الاتفاق الفلاحي، وتصويت الكونغرس الأمريكي على يعني الميزانية التي تنص على إعطاء مساعدات للمغربي في كل ترابه الذي يمارس عليه سيادته، هذه شهادة تامة. وقد نص أيضا يعني القانون الأمريكي على أن تجب مراقبة المساعدات الإنسانية الممنوحة للقاطنين بتندوف بمخيمات العار، وقد أسدلت يعني موافقة الاتحاد الأوروبي بهياكله كلها سواء البرلمان أو اللجنة أو المجلس على اتفاق الصيد البحري وعلى اتفاق الفلاحي، أو مصادقة يعني الكونغرس الأمريكي بغرفتيه على قانون المالية، يعني أسدلت الستار بصفة نهائية عن من له الاختصاص في التفاوض وإبرام الاتفاقيات التي تخص أقاليمنا الجنوبية، ولم يعد هناك جدل وقد أقفل هذا الباب بشكل نهائي. إذن فعلى البوليزاريو أن يقبل بالأمر الواقع وأن يبحث عن حل في إطار الحكم الذاتي الذي والمبادرة التي أطلقها المغرب، والتي كفيلة لوحدها بحل هذه النزاع بصفة نهائية. مصادقة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب أمس على قانون الميزانية لسنة 2019 تعزز الموقف الشرعي للمغرب في صحرائه، وتوطد مرة أخرى
دعم واشنطن لمخطط الحكم الذاتي المغربي، كما تدعم هذه المصادقة موقف المغرب كمحاور وممثل حصري فيما يتعلق بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وتعزز الدعم الفعلي للولايات المتحدة للدينامية التنموية الشاملة التي تشهدها هذه الربوع من الوطن. تقرير عبد الله الشكر. مصادقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ميزانية بلاده برسم السنة الحالية بعد اعتمادها من طرف مجلس الكونغرس، بما ينص عليه هذا القانون المالي من كون الاعتمادات المخصصة للمملكة المغربية يمكن استخدامها للمساعدة في الصحراء المغربية. اعتماد هذا القانون يثبت تطابق المواقف بين الأجهزة التنفيذية والتشريعية الأمريكية، بما يجسده ذلك من دعم واضح وصريح وثابت من الكونغرس الأمريكي لعدالة الموقف المغربي، وانعكاس للشراكة العريقة التي تجمع المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية. هذا إجراء موضوعي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ودعم للشراكة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، وبدون شك هذا يدعم كذلك الموقف الأمريكي بشأن مبادرة الحكم الذاتي منذ إدارة بيل كلينتون إلى غاية إدارة ترامب، مرورا بإدارة جورج دبليو بوش وكذلك باراك أوباما. فالولايات المتحدة الأمريكية تعتبر مبادرة الحكم الذاتي مبادرة واقعية ولها مصداقية وقابلة للتطبيق. المؤكد أن القرار الأمريكي بشأن المساعدة الموجهة للأقاليم الجنوبية هو قرار يدعم صحة الموقف المغربي بشأن قضية الصحراء المغربية، كما يعني يضرب عرض الحائط المعطيات المغلوطة التي تقدمها جبهات البوليزاريو ومحتضنيها. وأعتقد بأن يعني هذا القرار يمثل من جهة خطوة عقابية لمناورة جبهة البوليزاريو، وكذلك من جهة أخرى يمثل إضافة نوعية في مسيرة الشراكة بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية. انتصار دبلوماسي كبير يأتي أياما قليلة بعد مصادقة البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، والذي يغطي منطقة الصيد الممتدة من كاب سبارتيل إلى الرأس الأبيض جنوب مدينة الدخلة. وقبل ذلك مصادقة البرلمان الأوروبي على الاتفاق الفلاحي الذي مدد التفضيلات الجمركية لتشمل المنتوجات المنحدرة من الصحراء المغربية، اعتراف دولي راسخ بما لا يدع مجالا للشك في كون المملكة المغربية المخاطب والممثل الوحيد للأقاليم الجنوبية، وتأكيد من المنتظم الدولي لدينامية التنمية المندمجة والشاملة التي تشهدها جهات المملكة بما فيها الأقاليم الجنوبية مع إشراك الساكنة المحلية في تدبير الشأن العام. اليوم نحن أمام سلطة شرعية وسلطة تنفيذية تقر بمشروعية القضية المغربية وبسيادة المغرب على كافة أراضيه من طنجة إلى القويرة، وتأتي أيضا بعد يعني مرور أقل من أسبوع على مصادقة البرلمان الأوروبي على اتفاقية الصيد البحري التي وقع عن المغرب والتي تشمل أيضا الأقاليم الجنوبية. إذن اليوم نحن بالفعل أمام اعتراف قوي سواء لقوى إقليمية مهمة كالاتحاد الأوروبي وقوة عظمى كالولايات المتحدة الأمريكية بسيادة المغرب على أراضيه من الشمال إلى الجنوب، وأيضا هو اعتراف بعدالة قضيته وبمشروعية الطرح الذي قدمه المغرب وبطبيعة الحال الذي اليوم هو مطروح أمام الأمم المتحدة. القانون المالي الجديد للولايات المتحدة يدعو الإدارة الأمريكية إلى أن ترفع بعد التشاور مع المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي تقريرا إلى الكونغرس حول التدابير المتخذة لتعزيز مراقبة تسليم المساعدات الإنسانية الموجهة إلى اللاجئين في منطقة شمال إفريقيا، في إشارة واضحة إلى عمليات التحويل والتهريب الثابتة والموثقة التي تتعرض لها المساعدات الإنسانية الدولية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف. وارتباطا بهذا الموضوع كان لنا اتصال هاتفي مع السيدة عائشة دويهي رئيسة مركز الصحراء للسلم والديمقراطية وحقوق الإنسان، لنتابع. فعلا هذا انتصار آخر ينضاف إلى الانتصارات الأخرى
اليوم الرئيس دونالد ترامب يصادق على قانون الميزانية الأمريكية والذي يتضمن بند خاص بالمساعدة الأمريكية الموجهة للمملكة. هنا تم اعتبار جهة الصحراء جزءا من المملكة وتمكينها من الاستفادة من الاعتمادات على قدم المساواة مع باقي الجهات. هذا التطور الإيجابي على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية جاء بعد المصادقة على الاتفاق الفلاحي في 16 أو في 12 من يناير، وأيضا جاء بعد المصادقة على اتفاقية الصيد البحري قبل 3 أيام. يعني هذا له دلالات كبرى على التعاطي مع مشكل الصحراء وفي التعامل معها على أساس أنها جزء لا يتجزأ من المملكة. هذا التطور الإيجابي اليوم يوحي لنا بأن هناك وعي دولي فيما يخص مشكل الصحراء من خلال التعاطي مع الاتفاقيات التي تربط كبريات الدول وكبريات المنظمات الدولية في هذا الإطار. الصحراء اليوم تستفيد من المساعدات، وهي التي استفادت قبل يومين من اتفاقية الصيد البحري وقبل أقل من شهر من اتفاقية الاتفاق الفلاحي. كل هذه لها دلالات ومؤشرات جد إيجابية في هذا الإطار في التعاطي بشكل واعي وبشكل مرن جدا وبشكل إيجابي وبشكل صحيح وسليم جدا مع ما يخص قضية الصحراء. دلالات تصويت السلطة التشريعية الأمريكية المتمثلة في مجلسي الكونغرس ومصادقة السلطة التنفيذية في شخص الرئيس دونالد ترامب على قانون المالية 2019 والذي يعزز الموقف الشرعي للمغرب على صحرائه والدعم الفعلي للولايات المتحدة الأمريكية للدينامية الكبيرة التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة دلالات يعتبرها العديد من الأساتذة الجامعيين والمحللين انتصارا جديدا للدبلوماسية المغربية. كما هو معلوم يوم أمس اتخذ الرئيس الأمريكي للولايات المتحدة الأمريكية ترامب قرار بإجازة ديال الميزانية ديال سنة 2019 اللي هو تعبير على الموافقة ديال السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية داخل الولايات المتحدة الأمريكية على الميزانية واللي هي فيها مستجدين بالنسبة للقضية الوطنية لهما ارتباط كبير. المستجد الأول هو المتعلق بكون القناة التي تتمر منها هذه المساعدات هي الدولة المغربية وهي المؤسسات المغربية، وهذا فيه اعتراف سياسي صريح وواضح كون هذه الأقاليم هي جزء من التراب المغربي، وعلى انه اي محاوله ديال جر الولايات المتحده الامريكيه لاتخاذ موقف سياسي اخر مغاير باءت بالفشل. اليوم هناك تعبير واضح لمختلف مؤسسات الولايات المتحده الامريكيه بما فيها المؤسسه ديال الرئاسه ديال الدوله. المساله الثانيه ضمن هذه الميزانيه وانه كان هناك تنصيص واضح على كون المساعدات التي ستخصص للساكنه ديال المخيمات هي مساعدات لن تمر لا على الجزائر ولا على البوليزاريو بل تمر عن طريق قنوات أممية. سوف كذلك إقرار كون أنه التقارير الإعلامية والتقارير التي صدرت طيلة 4 سنوات الأخيرة كون هناك من ينهب المساعدات الإنسانية. قرار أولا يأتي بعد مصادقة السلطة التشريعية في الولايات المتحدة الأمريكية يوم قبل ذلك أي الخميس على تخصيص اعتمادات الفصل الثالث للأقاليم الجنوبية للمملكة على قدم المساواة مع باقي جهات المملكة. وفي هذا 3 إشارات قوية. الإشارة الأولى هو أن هذا الاعتراف بأن الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من سيادة المملكة يأتي بعد الأغلبية الساحقة التي صوتت لصالح الاتفاق الخاص بالصيد البحري بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وأيضا تأتي بعد المصادقة على اتفاقية الفلاحة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وبالتالي فهذا تأكيد على أن هذه الأقاليم هي جزء لا يتجزأ من المملكة. الإشارة الثانية هو أن لأول مرة هناك اتفاق بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في الولايات المتحدة الأمريكية، بمعنى أنه مجلس الكونغرس والشيوخ في الولايات المتحدة الأمريكية بالإضافة إلى الرئيس الأمريكي اتفق على تخصيص الفصل الثالث من الاعتمادات المخصصة للمغرب لتشمل أيضا أقاليمنا الجنوبية. و
الإشارة الثالثة القوية أيضا هي أن هذا القانون ينص على رفع تقرير للإدارة الأمريكية حول مآل المساعدات التي تقدم للاجئين في شمال إفريقيا، وهي إشارة واضحة للتهريب وتحويل هذه المساعدات التي تطال كل ما يقدم للاجئين في مخيمات تندوف. ومن بين المنشآت الهامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة التي تساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز قطاع الصيد الساحلي، ميناء مدينة بوشدور الذي يستقبل المئات من سفن الصيد التقليدي والعشرات من بواخر الصيد الساحلي، بنية اقتصادية تشهد يوميا حركية تجارية تساهم في تحسين دخل المهنيين وتتمين المنتوج البحري، كما تلعب دورا هاما في خلق فرص الشغل وضمان سلامة العاملين بالقطاع. روبرتاج حسن طبائي ونورتين صابر. ميناء بوشدور واحد من الموانئ الهامة بالأقاليم الجنوبية بالنظر إلى كميات الأسماك التي يستقبلها يوميا، منشأة تراهن على دعم الأنشطة التجارية وتنظيم العاملين بالقطاع. منذ افتتاح ميناء بوشدور الجديد حقق قطاع الصيد البحري نموا مهما، حيث تجاوز سنة 2018 أكثر من 50 طنا من المفرغات وأكثر من 480 مليون درهم كرقم معاملات. يعمل بقطاع الصيد البحري أكثر من 1950 قاربا، منها أكثر من 700 قارب بميناء بوشدور الجديد، وأيضا هناك 17 مركبا لصيد السردين. يشغل القطاع أكثر من 7000 بحار بشكل مباشر وأكثر من 5000 يد عاملة بشكل غير مباشر. بالنسبة للميناء الجديد والإضافة دياله اللي أعطانا إحنا كمهنيين ديال قطاع الصيد التقليدي بوجور ولا الصيد الساحلي، اللي أعطاه الإضافة اللي هي إحنا كنشهدوا عليها بالأرقام، لأن كنا في الميناء القديم في المرسى كانت معاناة الدخول والخروج للبحر، اليوم الإنسان كيدخل وخروج للبحر في واحد الراحة اللي هي تامة. وبالنسبة للأرقام ديال المبيعات اللي كنا كنديروا واحد 10 مليار في السنة، 10 مليار في السنة، اليوم كنديروا 50 مليار في السنة. بمحاذاة الميناء يتواجد سوق السمك، وهو من الجيل الجديد الذي يراعي كل شروط الجودة وسلامة الأسماك. سوق يتوفر على أحدث تقنيات تدبير مستوى العرض والطلب. سوق سمك ببوشدور ينضاف إلى شبكة من أسواق سوق سمك الجيل الجديد التي أنشأها المكتب الوطني للصيد، وذلك تماشيا مع استراتيجية وأهداف أديوتيس من أجل تطوير والنهوض بالقطاع الصيد البحري بالمملكة. هذا السوق كذلك يستجيب لأحدث معايير وشروط السلامة الصحية التي المعمول بها وطنيا ودوليا. أسطول الصيد البحري بالميناء يراهن على تنويع منتوج الأسماك من خلال المصايد والتوسعة التي سيخضع لها الميناء في إطار المشروع التنموي الجديد الخاص بإقليم بوشدور، ستمكن من الارتقاء بالصناعات السمكية وتعزيز فرص الاستثمار في قطاع الصيد البحري وخلق المزيد من فرص الشغل. ولتسليط الضوء على دور هذه المنشأة والقيمة المضافة التي يوفرها ميناء بوشدور، ينضم إلينا مباشرة السيد حبوها زدناس المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري ببوشدور. مرحبا بكم سيدي، وبداية ما تقييمكم للأدوار التي يطلع بها ميناء بوشدور، وكيف استطاع أن يصبح اليوم إحدى المقومات الأساسية لقطاع الصيد البحري بالمنطقة؟ مرحبا سيدتي الكريمة. في البداية لابد من التذكير بأن إقليم التحدي بوشدور هو إقليم حديث النشأة، حيث تم إحداثه عقب المسيرة الخضراء، إلا أنني أعتبر أن الولادة الثانية لهذا الإقليم تمت سنة 2006 أثناء الزيارة الملكية الميمونة للإقليم، حيث وضع جلالته الحجر الأساس لبناء ميناء للصيد
هذا الميناء كما أشرتم رعية في بنائه المعايير الدولية المتعارف عليها، سواء من حيث طول الأرصفة وتنوعها، بحيث أنه اليوم ميناء بوجدور يلجه مختلف أنواع المراكب، سواء مراكب صيد السردين أو مراكب الصيد بالخيط، بالإضافة إلى ما يفوق 700 قارب للصيد التقليدي. بالطبع هذا الميناء بدأ استغلاله أواخر سنة 2013، وقد تم دعمه بمجموعة من بنيات التتمين والبنيات الفوقية، أذكر منها على سبيل المثال للحصر سوق للسمك من الجيل الجديد بنيت في إطار استراتيجية اليوتيس، بالإضافة إلى غرف للتبريد ومركز لفرز السمك الصناعي ووحدة لتدبير الصناديق البلاستيكية التي تساهم في الحفاظ على جودة المنتوج، بالإضافة إلى غرف للتبريد ووحدات لصنع الثلج وحدات للتزويد بالوقود. كل هذه البنيات الفوقية ساهمت بالطبع بالحفاظ على جودة المنتوج، ساهمت كذلك في تثمينه، ساهمت كذلك في الرفع من الكميات المفرغة وفي الرفع من رقم المعاملات. كل هذه البنيات ساهمت بشكل أساسي في الرفع من مدخول البحارة والرفع كذلك من مداخل سواء تجار السمك أو الأشخاص، سواء كانوا أشخاص ذاتيين أو أشخاص معنويين، بالإضافة طبعا حال إلى الرفع من مداخل الجماعات المحلية. طيب سيد زاد الناس، بالنسبة للأفاق المستقبلية لهذه المنشأة ومدى مساهمتها في دعم الاستثمارات البحرية وطبعا تحسين مردودية القطاع؟ أعتقد سيدتي الكريمة بأن الحديث عن قطاع الصيد بإقليم بوجدور أشبهه بمجسم بأربعة أضلاع. ضلعه الأول هو ميناء الصيد وقد تحدثنا عنه، الضلع الثاني يتمثل في ثلاث قرى للصيادين، هذه القرى عرفت نموا مضطردا ولا شك أنها بمجموعة من المشاريع التي جاء بها النموذج التنموي الجديد الخاص بالأقاليم الجنوبية سوف يحول وجه هذه القرى ليجعل منها أقطاب محلية حقيقية للتنمية. الضلع الثالث هو منطقة صناعية مجهزة على أعلى مستوى، وقد استقطبت بالفعل مجموعة من المشاريع، وهناك مشاريع هي في طور الإنجاز، بالإضافة إلى مشاريع سوف تنال النور على المدى المتوسط. الضلع الرابع هو التكوين، وهو ما يقوم به المعهد المتخصص في التكوين الصيد البحري الذي يبرمج مجموعة من التكوينات الخاصة بأبناء الإقليم وحاملي الشهادات لإدماجهم في قطاع الصيد البحري بإقليم بوجدور. شكرا لكم على كل هذه التوضيحات السيد حبوها زاد الناس المندوب الجهوي للمكتب الوطني للصيد البحري في بوجدور. أمام أول اجتماع برسم السنة الحالية للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير قابلة للتصرف بنيويورك، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أن الحل السلمي والعادل للقضية الفلسطينية لن يتحقق سوى عبر حل الدولتين إسرائيل وفلسطين اللتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن، وأن تكون القدس عاصمة للدولتين بناء على قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وعبر الأمين العام عن أسفه لما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة العام الماضي، مشيرا إلى ما خلفته المظاهرات في غزة من آلاف القتلى والمصابين. وعلى الساحة السورية، يؤخر استمرار تواجد مدنيين في البقعة الأخيرة الخاضعة لسيطرة مسلح داعش شرق سوريا، يؤخر تقدم العمليات العسكرية التي تدعمها قوة التحالف الدولي لحسم المعركة ضد داعش. وتفيد الأنباء أن المسلحين أضحوا محاصرين داخل أنفاق بالمنطقة. خالد الأحمدي.
الإعلان الرسمي عن القضاء نهائيا على تنظيم داعش شرق سوريا سيتم في غضون أيام، تؤكد القوات الموالية للتحالف الدولي التي تقاتل التنظيم شرق البلاد. وجود أعداد كبيرة من المدنيين، انتشار الأنفاق بكثرة في بلدة الباغوز، زرع التنظيم للألغام في المنطقة، عوامل كلها تبطئ حسم المعركة ضد تنظيم داعش. المرصد السوري لحقوق الإنسان يؤكد بأن مقاتلي التنظيم محاصرون حاليا في جزء صغير في الباغوز وضواحيها. نفس المصدر يفيد بأن عناصر التنظيم تتحسن في الأنفاق. التحالف الدولي يعلن أن تنظيم داعش يسخر المدنيين في المنطقة كذروع بشرية، ما يحول دون تكثيف الهجوم العسكري الجوي والبري على الجيب. القوات الموالية للتحالف تقوم بعمليات تمشيط واسعة موازاة مع استئناف عملياتها العسكرية السبت الماضي، بعد أن أوقفتها لأزيد من أسبوع بغية تيسير خروج المدنيين. واستنادا إلى الناطق باسم هذه القوات، فإن غالبية المدنيين نساء وأطفال من عائلات مقاتلي داعش، فمنذ دجنبر الماضي خرج حوالي 40,000 شخص من المناطق التي كانت تخضع لسيطرة التنظيم. بعد 3 أشهر من التدهور، يعود محتجو حركة السترات الصفراء اليوم للتحرك في جميع أنحاء فرنسا بوسائل وشعارات مختلفة في بعض الأحيان، وتشير معطيات الحكومة الفرنسية إلى تراجع في حركة الاحتجاج في الأسابيع الأخيرة بالنظر إلى أعداد المتظاهرين، ويبدو أن الدعم الشعبي الذي كانت تلقاه الحركة بدأ يتقلص، ويأمل أكثر من 50% من الفرنسيين حسب استطلاعات الرأي في توقف هذه الاحتجاجات. أما بالنسبة لمستجدات الأزمة في فنزويلا، فقد فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات مالية على 5 من كبار المسؤولين الفنزويليين المقربين من الرئيس نيكولاس مادورو، الذي وصفته بأنه رئيس فنزويلا السابق، وفق ما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أمس. وشملت العقوبات قادة الاستخبارات والحرس الرئاسي والشرطة وشركة النفط الفنزويلية، الذين وصفتهم وزارة الخزانة بأنهم منحازون للرئيس السابق، وتنص العقوبات على تجميد أصول هؤلاء المسؤولين 5. في نيجيريا، أدان الحزبان الرئيسيان بشدة قرار مفوضية الانتخابات تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي كانت مقررة هذا اليوم، وحمل كل منهما الآخر المسؤولية عن هذا القرار الذي اتخذته المفوضية قبل ساعات من موعد بدء الاقتراع. وأعلنت مفوضية الانتخابات فجر اليوم قبيل ساعات من فتح مراكز الاقتراع أنها قررت إرجاء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أسبوعا واحدا بسبب مشاكل لوجستيكية. أعلن المعهد الوطني للجيوفيزياء اليوم عن تسجيل هزة أرضية بقوة 4.7 على سلم ريشتر بجامعة بني بنصار بإقليم الحسيمة. وأوضحت الشبكة الوطنية للمراقبة والإنذار الزلزالية التابعة للمعهد أن هذه الهزة وقعت حوالي الساعة 5:35 صباحا. قطرة من دمك تنقذ حياة غيرك، تحت هذا الشعار انطلقت بمدينة فاس حملة للتبرع بالدم، نظمت بمبادرة من جمعية كفاءات مواطنة للتنمية بدعم من وزارة الصحة. الحملة تهدف إلى المساهمة في توفير أكياس الدم والتخفيف من النقص الحاصل في هذه المادة على مستوى المركز الجهوي لتحقن الدم. نبيلة كوميمي، مصطفى الزاهري، وحنان بن جلون. هي حملة للتبرع بالدم، أما الهدف نفسه هو جمع وحدات الدم لمساعدة مركز تحقن الدم في توفير هذه المادة الحيوية قصد المساهمة في تسديد الخصاص. نقوم بهذه الحملة قصد توفير بعض المخزون وتسديد بعض الخصاص. سعداء جدا باستقبال عدد كبير من المتطوعين. السكينة خصات تعرف أنه هذا الخصوصية هذه تستجب لها، وأنها تحاول تبرع بالدم، لأنه في استفادة لا اللي تحتاج الدم ولا حتى اللي تعطي الدم. بالنسبة للمتبرع راه هو تستفد من واحد العدد ديال التحليلات
وتيخفف الدم ديالو وتينشط الدورة الدموية ديالو. مبادرة إنسانية دفعت بهؤلاء المتبرعين إلى الإقبال ووهب هذه القطرات التي قد تكون سببا مساهما في إنقاذ روح مريض أو محتاج بين الحياة والموت. مجموعة من الحوادث السير اللي كتوقع في الطرقات ومجموعة ديال الإخوة اللي كيكونوا عطالين على هذا الدم هذا. احنا كنعرفوا الحد اللي كيعاني منه المركز الجهوي للتحكم الدم، إذا هي مبادرة ما يمكننا إلا نشكرهم عليها. وتأتي هذه المبادرة تجسيدا لروح التضامن والتكافل لتوفير مختلف الفصائل الدموية واستخدامها في الحالة الطبية الحرجة، عملية يستفيد أيضا منها المتبرع من تحاليل وفحوصات مجانية. تعتزم الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة بعد 5 سنوات على ميلادها وضع برنامج جديد للتظاهرات الرياضية والمشاركات الدولية، كما تسعى الجامعة إلى زيادة عدد الأندية الوطنية للسيارات الكلاسيكية بمختلف مناطق المملكة. أمين هنوي وأحمد الحمري. منذ تأسيسها سنة 2013 عملت الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة على تنظيم عشرات التظاهرات الرياضية واللحاقات الدولية بمختلف مدن وأقاليم المملكة، بالإضافة إلى توفير مجموعة من الامتيازات للأندية الوطنية التي يبلغ عددها 36 ناديا في مجالة التأمين ولوحة الترقيم، حيث أصبحت اليوم أزيد من 1400 سيارة تتوفر على شواهد السيارات الكلاسيكية المصادق عليها من طرف اللجان التقنية للجامعة. فبدينا اولا باش ناخذوا واحد البلاكه السوداء باش تعطي جماليه للسياره، فعلا توفقنا ورجعنا ديك الماتريك القديم اللي هو فيه المغرب. مشينا كذلك للجمارك، فبعد مجهود كبير ويعني واجتهادات وحوارات مع وزاره مع اداره الجمارك وزاره الماليه توفقنا كذلك في تعشير السيارات، توفقنا كذلك للتامين، واننا يعني ما بقيناش كنخلصوا ديك 100% اللي كنخلصوا 40%. خلال سنة 2018 وضعت الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة رؤية حديثة مدتها 4 سنوات تهدف إلى تمثيل المملكة في مختلف المحافل الدولية وتخليد مختلف الأحداث والمناسبات الوطنية، بالإضافة إلى زيادة عدد الأندية. هذه الرؤية كيتمخض منها واحد مجموعة ديال البرامج والأنشطة وخطة عمل ممنهجة ومضبوطة لمؤسسة عمل الجامعة على مستوى الوطني والقاري والدولي، وبرنامج حافل بالأنشطة وبالتظاهرات الخاصة بالأعياد الوطنية وعلى رأسها الاحتفال بعيد المسيرة وعيد الشباب وعيد العرش. خرجوا واحد السيارات من واحد المستوى لواحد المستوى، أولا قبل كل شيء باش يترقلوا في الوريقات وفي الامتياز للجامعة من ضرائب من لاسيرونس من الجمارك، هادو كلهم امتيازات انت فزنا بهم من الجامعه لكل الجمعيات. مع مطلع السنه الجاريه تطمح الجامعه الى تنظيم ازيد من 5 لحاقات دوليه، ابرزها لحاق الفوحه بجنوب المملكه واللحاق المتوسطي بالجهه الشرقيه ومنطقه الريف، بالاضافه الى جوله الاطلس التي ستجوب مدن الرباط مكناس عيون ام الربيع خنفره بن ملال وصولا الى منطقه بين الودان. ومباشرة من الدار البيضاء نربط الاتصال بالسيد أحمد الغدير أمين الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة. مرحبا بكم سيد الغدير، وبداية وإضافة إلى ما ذكر في الروبورتاج، ما أبرز ما يطبع الرؤية الجديدة للجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة بعد 5 سنوات من العمل؟ كنشكروا الإذاعة الأولى على دائما المواكبة ديالها في الأنشطة ديال الجامعة الملكية للسيارات العتيقة. تنعرفوا أن الجامعة الملكية هذه لمدة 5 سنوات عملت عن جهد مع مجموعة ديال النوادي المغربية باش تقدر تحقق واحد المجموعة والمبتغى ديال هاد النوادي. الآن الجامعة اشتغلت وبدات كتنظم أنشطة خارج الوطن كما نظمنا عدد ديال الأنشطة داخل الوطن، والجامعة الآن كتقوم بمعارض دولية، معارض مالاغا الأخير اللي قامنا به بحسن شنو التنظيم والحضور كان وازن وكان الإخوان على أسر المستوى. طيب سيد الغدير، ماذا عن حصيلة العمل المنجز لفائدة ممارسي ومحبي هذه الرياضة ببلادنا؟
الحصيلة هو أن تقريبا الجامعة دارت خطة وطنية اللي واكبت بها 34 نادي، اللي النوادي الآن تقريبا حصلت على جميع الامتيازات ديالها وحصلت على جميع الرخص والتنظيم ديالها، والآن الجامعة مجدة باش أنها تقوم بتنظيم داخل الوطن براليات اللي هما راليات على المستوى الوطني، معروفين بزاف كرالي الواحة ورالي المحيط ورالي الأطلسي، اللي الآن قريبا الجامعة هي الدورة الثالثة اللي هي رالي ألف واحة اللي كتقوم به الجامعة ونادي سوس للسيارات العتيقة. إذن هذا سيد الغدي عن برنامج تظاهرات المسطر هذه السنة. نعم هذه نعم في الحقيقة هذا برنامج ديال المجموعة ديال الأنشطة اللي هي غادي تقوم بها الجامعة في هذه السنة والسنة الماجية إن شاء الله على رحمة. شكرا لكم على هذه التوضيحات السيد أحمد الغدير أمين الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة. وفي كرة القدم نتابع لقطات من اللقاء المقدم عن الدورة 18 من البطولة الوطنية الاحترافية والذي جمع بين فريق سريع واتزم وأولمبيك أسفي. عبد الحق بهات. بالملعب البلدي بوازن استقبل فريق سريع واتزم الباحث عن انفلات من جاذبية نزول، استقبل برسم الدورة 18 من البطولة الوطنية الاحترافية لكرة القدم، استقبل فريق أولمبيك أسفي المتطلع لأفضل النتائج رغم بعد التعثرات بين الفينة والأخرى. الشوط الأول من هذا اللقاء كان مستوى التقني متوسطا على الرغم من بعض المحاولات القليلة خاصة بواسطة الضربات الثابتة والتي لم تغير من نتيجة اللقاء حتى نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 68 سيفتتح فريق أولمبيك أسفي الحصة بهدف اللاعب محمد مرابط بعد تبادل كروي جيد ومجهود فردي متميز. فريق سريع واتزم سيتمكن من تعديل في الدقيقة 79 والموقع اللاعب عصام بودالي. يعلن الحكم عن نهايه اللقاء بالتعادل هدف لمثله. والنهارده الحمد لله احنا عملنا بذلنا كل مجهود، بشكر اللعيبه على المجهود اللي عملوه طول المباراه، ولكن هي دي كره القدم. صعب جدا في البطوله الوطنيه ما تبقى متاخر بهدف وهدفين وترجع للمباراه، احنا دايما على طول كده. الحمد لله كيف مشات الجميع كانوا كيتفرجوا في الماتش، دوزنا ماتش قتالي، وكنشكر الدراري اللي كانوا صراحه داروا اكثر من جهدهم ما مكتاباش، وان شاء الله من هنا لقدام غادي نحققوا شي نتائج ايجابيه احسن من هادو ان شاء الله. نتيجه منطقيه بين فريق سريع واتزم واولمبيك اسفي، انما لا تخدم مصلحه الفريقين معا بعد تضييع نقط الفوز ونحن على ابواب المرحله الثالثه والاخيره والحسم. ختاما تذكير بابرز محطات الخبر في نشره الظهيره. المملكة المغربية تنوه بالتنصيص الصريح لقانون الميزانية الأمريكية برسم السنة الحالية الذي صدق عليه الرئيس ترامب على كون الاعتمادات المخصصة للمملكة تشمل كافة التراب الوطني في تأكيد أمريكي قوي على اعتبار الأقاليم الجنوبية جزءا لا يتجزأ من المملكة المغربية. إجماع دولي واسع ودعم متجدد لموقف المغرب ولسيادته على كافة ترابه الوطني وانتصارات متتالية لدبلوماسية المغربية تترجمها المواقف المنسجمة للمجموعة الدولية في دعمها لقضية وحدتنا الترابية. ميناء مدينة بوجدور من المنشآت الهامة بالأقاليم الجنوبية للمملكة، يساهم في إنعاش الحركة الاقتصادية والاجتماعية وفي تعزيز قطاع الصيد الساحلي إضافة إلى تشغيل اليد العاملة. الجامعة الملكية المغربية للسيارات العتيقة تعتزم وضع برنامج جديد للتظاهرات الرياضية والمشاركات الدولية إضافة إلى زيادة عدد الأندية الوطنية للسيارات الكلاسيكية بمختلف مناطق المملكة. شكرا لكم على حسن المتابعة وفي أمان الله.